مشاهدينا اهلا بكم والنشره الجويه. يسوء الطقس معتدل نهارا شمالا وجه البحر والقاهره وشمال الصعيد، حار نهارا وجنوبا وجنوب سيناء نهارا، مائل البروده ليلا وفي الصباح الباكر. وشبوره صباحا شمالا وجه البحر والقاهره وشمال الصعيد وسط سيناء، والبحر المتوسط معتدل والبحر الاحمر معتدل ايضا. وعن التوقعات لثلاثه ايام القادمه نبداها من القاهره. الخميس 14-24، الجمعة 14-25، والسبت 13-24. شبرا 14-24، طنطا 13-24، دمنهور 14-23، سانت كاترين 5-19، الغردقة 17-26، شرم الشيخ 18-25، الفيوم 13-24، المنيا 10-24، أسيوط 9-25، سوهاج 11-25، قنا 11-26، الأقصر 12-25، الوادي الجديد 11-25، أسوان 13-26، حلايب 19-25، شلاتين 18-27، أبرمت 19-26، رأس حدر 24-25.